هذه السائلة تقول: هل يحاسب الإنسان على التفكير في أشياء تؤدي إلى الكفر؟ مجرد التفكير لا يحاسب عليه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء فإنه قد أعطي شيئا كثيرا، ومما أعطي بأن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على ما يكون في ما يخطر في النفوس ولم نفعل به أو لم نفعله، فكل ذلك لا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه. فمجرد التفكير لا يأثم الإنسان به، ولكن هناك فرق بين التفكير وبين انعقاد العزم على أداء الفعل. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: القاتل والمقتول في النار، فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام: القاتل في النار فما بال المقتول؟ قال: لقد كان حريصا على قتل صاحبه، أي إذا تقاتل المسلمان القاتل والمقتول في النار. قالوا: لماذا المقتول مع أنه لم يقتل؟ قال: لقد كان حريصا، هو ليس تفكيرا وإنما أكثر من التفكير العزم على هذا الأمر والشروع في المقدمات، ولكنه لم يحقق ذلك. فهذا يختلف عن مجرد التفكير. التفكير لا يؤثر ولا يجعل الإنسان يخرج عن الدين.